أنا ما أعتقد أن نقدر نقارن سباقاتنا في البحرين والإمارات ويا وينزر. إيه لأن هما بعد يحاطونا، ترى عندنا خيل زينة وما عندهم خيل زينة. هما واجبهم مثل ما تقولي ردة الفعل، لازم الحين يأخذون الثورة. في مفاجأة قوية. إن شاء الله بيكون خيار صحيح إن شاء الله. لو مو بصح ما بيصير من الأساس. ما عندنا فرص بجهوزيات تمام. وترلي أفضل من تمام ببعيد. أتوقع القرار بيكون مو من صالحنا. فيكتوريوس أحسن خيل عندنا إحنا هو بريز. هذه مشكلة المدرب. هو أخبر مني ما يصير أنا المصحى. مدرب فهو يعرف إيش اللي أفضل له ويعرف إيش اللي أخير حق الفريق كامل. البيس عند الشيخ ناصر. هو اللي جدا. توقعاتي أبو حمد إن شاء الله اليوم يعني من البوديوم. لأن ما خذوا خذوا على الآخرين ما يبون يسوون شيء هي وسافر مو بشافوني ولا شافوني سافر أدخل أفتح الموضوع كاميرا شغالة هني سافر النطاطة خلينا بعد نقول أشياء. دائما نسمع إن لازم نفكر بالعقل مو بالقلب وإن لازم في القرارات المهمة نحكم عقلنا ونبتعد عن العاطفة والمشاعر اللي نحسها. هذه أول شيء كنت أفكر فيه أول ما وصلنا لوينزر أولى محطات الفريق الملكي بعد الموسم المحلي. وما أعرف إذا تتفقون معايا ولا، بس بالنسبة لي العقل والقلب شركاء في كل فكرة، فما بالكم إذا كنت أتكلم عن خيل القدرة اللي الكلام عنها يكون إحساس قبل ما يكون منطق تاريخ مكتوب على الأوراق. ما بتكلم عن تاريخ السباق لأنه معروف عند أهل القدرة وهو تاريخ مسجل لكل شخص يبغي يرجع له. أما مواضيع السباق فراح نسردها لحظة بلحظة. سباق 120 كيلومتر وسباق 80 كيلومتر بنركز فيه أكثر على سباق 120 اللي مشارك فيه 12 خيل من الإمارات مقابل 13 من البحرين، وما يحتاج أقول ليش ذكرت فقط هالمنتخبين. وبخيل البحرين قريت مرة ومرتين بس ما عرفت أقول من المرشحين. فارو، بريز، ووترلي وتمام شفناهم وعارفينهم، الباقي ما عرف بس ياياتكم في الكلام. تشكيلة الخيل المختلفة اللي يمكن احنا أول سنة بنشارك بوجود يعني خلينا نقول مجموعتين بتدريب مختلف. اي نعم إن صح التعبير. صح السنة طبعاً المشاركة في وينزر بتكون ب 12 خيل. هذا شيء جديد. العام كان ب 8 خيول. زيادة العدد يمكن يكون في صالحنا ويمكن يكون مو في صالحنا. خلنا من سلفة العدد. زين. خلنا في النوعية. يعني اللي احنا نعرفهم زين. نعم، أنت تقصدين أن في خيل جات من البحرين وفي خيل جات من الإمارات. إيه؟ نعم، الخيل اللي جات من البحرين. من اللي بيأدي اللي شفناه احنا في البحرين؟ الخيل اللي سبقت في 160 هي اجهز طبعا. الان بيد الله، وانت مثل ما شفتي في مجال سباقات القدره توقعات تمشي بناء على مراكز الخيل، على مفاهيمها، على ادائها،
ففي خيل جديده من هو اسمه سلطان في البحرين اسمه الشيخ ناصر، في كل سباق طلع لها بطل جديد، ما كان فيه اسامي متكرره، كل سباق كان فيه بطل جديد. فاحنا نتامل ان شاء الله من الخيل اللي شفناها وعدت سباقات ومراكب قويه سواء في السباق العلا او سباق جلاله كاس الملك، وفي الخيل اللي جهزت من الامارات بعد طبعا نتامل منها خير، لان ما ينزل الا الخيل بدرجه اولى والدرجه انزل من الاولى بشوي. يمكن في مفاجاه قويه، جعفر امير زبير يركب حصان اسمه اسد، يمكن هو يكون ذي المفاجأة. أنت المفاجأة جعفر؟ هو ها؟ هو وايد الحين قلتوا لنا مفاجآت، هو المفاجأة؟ تخبرين في آخر لغة ما اسمه الشيخ ناصر ايش قالت؟ قالت شي حصان احنا وديناه تجهيز في أبو ظبي. في أي حصان؟ أسد. وإذا رجعنا له كقراءة متابع فقط، في تطور ملحوظ في سباقاته. كان حصان ترى موجودين بس هو في دبي. من عين؟ بس أنا أتوقع هو من بيقول لنا سلمون. لا الشيخ بتقول لنا من المفاجأة. تكلمين عنها في برنامجك. ما أدري من. آخر برنامج تكلمت عن مين؟ عن من؟ أنتي تدرين؟ بريز. والله ما أدري أنتي تدرين. أنا قلت بريز آخر ما قلت بريز. قلتي بريز؟ لا سألت. هو بيركب بريز. هو بيركب بريز. هو بيركب بريز. يعني السابق عنده. طبعا من فيكتوريوس احسن خيل عندنا احنا هو بريز. بريز مثل ما خبر الشيخ ناصر الله يطول بعمره، يعني مو بقرب وين ترى هي بريز، وشفناها في ختام الموسم وشلون فرقت عن الباقين، بس ما اعرف اذا نقدر نقارنها بتمام وفارو ووترلي والباقين. لا بالعكس، يعني هي تجربه ريس واحد، ما كان يعني في منافسه قويه وياها، يعني خذت سباق بريحيه، فيمكن من يعني اتوقع من كذي عشان كذي صار عندنا ذي الانطباع عنها. ايه يعني لو يمكن كانت في سباق اقوى وتبي تروحها يمكن بكل كلام غير عنها، بس يعني البقايا مثل تمام وترليا مثل ما قالت فارو، هذا اللي تجربه في يعني اقوى سباق. ايه يعني مش انا اسال من اللي بياف اللي تجربوا وشفناهم ولا الثانيين؟ اللي ما شفتيه. يعني انا اتوقع الاثنين، لان يعني ذلين ابطال اللي تجربوا والباقي بعد يعني ما يبغى اسمه الشيخ ناصر بيكونون مفاجاه. الحديث عن خيلنا ممكن يكون طويل، بس تعرفون انه مهم بالنسبه لي اني اعرف باقي التفاصيل، لان هي اللي بتخلينا نعرف نتابع السباق واللي بيصير. الشيخ ناصر طبعا بيتخيل الفرس تمام، هذه مرشحة قوية عندنا ومن أفضل خيولنا، وانت تعرفين هالشيء انها هي الثالث توها في 160، ما عندنا فرس بجهوزيات تمام. أعرف ان احنا متعودين دايما لما نشوف اسم تمام نشوف معها اسم الشيخ محمد بن مبارك، بس تمام والشيخ ناصر شلون؟ هاي الكومبينيشن اللي انا كنت احس انه من زمان كان لازم يصير بس ما صار. متراكمين ان شاء الله في هاي الوقت بالضبط. الفرس قوي ورايدر قوي يعني. امانه وهو متردد انه يركب تمام، يبي يعطي الادفانتج حق الويت. انا معارض حق انه سمو الشيخ ناصر انه يركب هذا الفرس، وكنت اتمنى يعني يركب الحصان ووترلي. ايه انا عندي اداء افضل من تمام، وكحجم يتحمل سمو الشيخ ناصر، بس القرار يعني يرجع حق المدرب. في النهايه الوزن بياثر مو ما بياثر، لكن الفارس ان شاء الله اذا جاهزه وسليمه 100% بتادي. طبعا اتمنى التوفيق حق قادي الرجل الأول عندنا في البحرين سمو الشيخ ناصر، بس أنا أتوقع القرار بيكون مو من صالحنا في اختيار تمام حق سمو الشيخ ناصر. إن شاء الله إنه يكون كذي، لأن إحنا في النهاية ترى كلنا إحنا هني موجودين عشان فرحة سمو الشيخ. في الكواليس سلمون وجعفر يعقرون علينا. إيه نعم. إيش تقولون؟ والله إذا عندهم كلام خليهم يقولونه، بالعكس بيفيدوننا. أنت الكلام غني عنك.
بس لا الموضوع مو ترى الموضوع مو بين ترى لا 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 الموضوع لا احنا قاعدين الموضوع تعرف وين الموضوع في المايك المخشوش لا لا تعال تعال بقول لك جي انت الحين شايف الفرس قدام عينك انزين وهي قاعده تقول لي ان تمام كل مره الكومبينيشن ذي مع الشيخ المفروض يصير وما يصير فهي قاعده تقول هل الوزن بياثر باكر او لا انا صريت عليه صراحه حتى لو احنا نخسر اقوى فرس عندنا بس الشيخ ناصر يكون فرحان نهايه السباق باي مركز بيجيبه ابي اعرف يعني هاي خيار صحيح كان حق السباق ان شاء الله بيكون خيار صحيح ان شاء الله يعني اصرار جناحي في محله وان شاء الله بيكون صحيح لان في خير ثانيه بعد ان شاء الله عندنا تمام عندنا كذا راس ان شاء الله بيكون يعني قد المسؤوليه يعني ترى الخيل مستوياته متقاربه انا بختار الحصان شخصيا اوكي بس يمكن ان الفرس من عقب الموسم طبعا مروا في عده مفاحيم فهم يمكن شافوا ان الفرس انسب انا اشوف واترلي افضل من تمام ببعيد ببعيد اداء فورمس فرس العام جات وركضت في الامارات كاس الريف ادت اداء يعني جدا بسيط كأول مفحام لها وراحت على أوروبا الحصان وتري العام أول سنة له سبق في البحرين مع دانا أتذكر إيه نعم ورد مرة ثانية ركض في دبي وراح اشتغل في أوروبا واشتغل حق بطولة العالم بس ما حالف الحظ ورد مرة ثانية اشتغل يعني حصان أنا أشوفه كجاهزية كحجم يعني افضل من تمام سمو الشيخ ناصر هو اللي اشرف على تدريب الفرس هو يعرف الفرس اكثر من كل واحد فينا وكخبره ناصر بن حمد هو يعرف الشيخ ناصر خبره اكثر من محمد بن مبارك لا يعني شوف هاي هو المدرب احنا مثلا انا اعرف حصاني وجعفر يعرف حصانه سمو الشيخ ناصر يدرب الخيل كلها فهو يعرف الخيل كلها فهاي الشيء اللي جابي اللي انا اتوقع يعني وجهه نظر شخصيه قد اكون انا غلطان بس انا هاي وجهه نظري ان هاي الشيء بينفع تمام بالعكس كان لازم ندقق ونتكلم عن تمام لان اللي معاها سمو الشيخ ناصر حمد تعال شوي تعال 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 تعال, تعال دقيقه تعال السلام عليكم بعطيش بس كفايه حديث عن خيلنا فاحنا مو بروحنا في السباق احنا سالناه سؤال فهو يعني احنا بقط المهمه عليك يعني احنا قاعدين نسال من الخيل الاماراتي اللي لازم شوي نحاتي انه هو موجود اجاوب عليه ولا اجاوب عليه هو علينا لا انا اجاوب عليه هو كلهم وانا اقول حاتي الكل كلهم جايبين خيول زينه اخر شيء هذا يعني يلدو عظم يمكن يختل يمكن ما يكون في يومه هو اذا بنحاتي الكل أعتقد السبب واحد إحنا دايماً نحب أن نشوف المواجهة بين فريق البحرين والإمارات بس ترى هالمرة غير يعني يبون يأخذون بثأرهم عقب هم ترى ببلاش هو كيف الواقع يعني بيأخذون يبون يأخذون ثأر بكرة بتشوفين هالمنافسة يعني يبون يأخذون ثأر إيه يعني اللي صار في كأس الملك يعني مو بشيء سهل مو بشيء سهل بالطبع كأس الملك كأس غالي علينا حبينا ان ناخذه لكن سباق وتوافيج شوف انا شلون حسبتهم اقول المواجهه كاس الملك وعقب تيدي هني واحسبها بعد وانزر العام وانزر هالسنه احس هالسنه يعني ما في شيء ودي اظن السنه بيكون مفتوح يعني بيكون سباق يعني فيه سرعه لين الامتار الاخيره ترى احنا مضغوطين اكثر حاليا لان احنا فزنا في اخر سباق لازم احنا نحافظ على الفوز هالمره اهما واجبهم مثل ما تقولي ردة الفعل نحن لازم ناخذ ثأرنا إيه انت لا حتى احنا لا لا ترى احنا مطقوقين لا لا اللي ياخذ بثاره شوفي اللي ياخذ بثاره فريق الروض فريق امره اما هم لازم ياخذون ثأرهم من ام سهل وفيكتوريوس الفريق واحد نحن. لازم الحين ياخذون بثورهم فهم اسهل لهم المهمه ما عندهم شيء يخسرونه موفقين ان شاء الله بكره ان شاء الله نشوف من بكرة إن شاء الله باكر إن شاء الله شكراً معرفة. للبقاء للأقوى شكراً
أحب شعور يوم السباق وغموض البدايات، كل هالخيل وما نعرف من منهم بيكون بطل النهايات. ابن انكنتر ترى الناس كنتر وايد فرجان في وقت فيه هتشوف ايه خلنا صورك هتشوف ايه خلنا صورك الكاميرا طب محمد ايه بس وايد برد وايد برد لا هو صج برد ما اعرف اوصف لكم اياه مبارك نجحت من بس الجاكيت ثواني وتبدأ المرحلة الأولى للسباق الفريق الملكي في مقدمة خط الانطلاق بداية السباق المقدمة كانت للفريق الملكي الأرض حتى الآن كما تبدو لي حلوة بس الهواء شكله قاتل ومن البداية باين أن الأرض فيها مواقع ما تبشر بالخير بسبة المطر حتى الآن الفريق الملكي مسيطر على الوضع واللي قاعدين نشوفهم هم اللي حول ووترلي مع عبد الرحمن الزايد في الأمام فارو وأسد وبعدهم خيل الإمارات بين عبد الله غانم وسعيد الحربي ومحمد المري الممشى تقريبا كان واحد على أفرج وصل فوق الـ 24 بشوي مع مجموعة بعدد مو بقليل من ضمنهم الشيخ ناصر وبينما صاروا تمام ووترلي يم بعض أكيد نبغي نشوفهم خصوصاً بعد الآراء اللي انطرحت عنهم وفي حين إحنا نعرف مستوى تمام ووترلي أيضاً النحصان خطير لأنه في البحرين ما شاء الله يعني أدى أداء طيب وأنا ركبته في السعودية وأديت أداء طيب عليه ما شاء الله يعني قلبه مسكت جايين حق الفحص واللي بيصير فيه وما أعرف إيش كثر ظروف هالجو والعوامل بتأثر عليه ما تخيلت أنه بتتوزع المجموعات من المرحلة الأولى بس اللي في المقدمة زادوا السرعة واللي أشوفهم حالياً ووترلي وبريز واللي قدامهم صاروا غير مرئيين بس مفروض إذا زادوا شوي يقدرون يلحقون عليهم هاي التراك مال هاي التراك هاي هنا العام تبين نكمل ما أعرف ليش بس حسيت إنهم كأنه خلصوا وايد بسرعة ولا يتروون والله البيس عنده الشيخ ناصر هو اللي قدامي بس اللي نحن نشوفه لحد الآن صراحة مسرعين الله يعين عندنا المراحل عقب هالمراحل أصعب مراحل هيك مراحل طويلة يعني صح إنه بيخلصون 35 كيلو الحين بس بعد هالمرحلة كانت صعبة وفي أصعب وصلوا للقرية وتقريبا من الأول ليل 20 الفرق بينهم دقيقتين فحتى الآن كلها جيسناوة ما يمشون على سرعة معقولة وعقب في نص المرحلة الثالثة تشوفين هذا لين المجموعة كلها تفرق خيول جاية من دبي أول ركض لهم وأنا صراحة أبغى أشوف الأغلاط وتعرفون طبعا تاريخ وينزر والاستبعادات بس حتى الآن إسماعيل لا زالت عينه على الشيخ راشد حصانه زين وسابق في الجونيا في البحرين هذا إن شاء الله حصان زين وايد زين إذا الله راد الله يوفقهم وشيخ ناصر فرزه زين وعندنا من الفثري بعد خيل عبد الله واحد من الخيول اللي فعلا ينافس لكن عبد الله غانم ما بيكمل السباق لازم نحسبنا المدرب سحب الحصان شاف ان يعني الحصان ما ناسبت الارضيه ففضل انه يسحبه ولابد وان لاف 3 قوه اخرى غير عبد الله غانم المهم غير المجموعه الاولى اللي وصلت مجموعه الشيخ خالد ومثل ما قال مسبقا ان ممشاه راح يكون في اول العشرين سموك كنت عند الوعد بس نبي نعرف الشروط اللي حطيتها حق هالمشاركة في السباق والله المشاركة هذه أنا قلت إنه بكمل إن شاء الله
والحمد لله المرحلة الأولى عدت على خير، اللي هي كانت تقريبا أصعب مرحلة، أن الضباب والرطوبة شوي زايدة. إن شاء الله نتمنى أن الجو شوي جف، تطلع الشمس عشان شوي الأرضية على الأقل المراحل الأخيرة شوي على الأقل تجف شوي. الأرضية صعبة، الزلق وايد، الطين زايد علينا، فحتى السرعة المجموعة الجدامية شوي خافين، فالسرعة مو مثل العام، مو يعني 23 يعني شيء سباق شوي صاير بطيء علينا. الشيخ ناصر قال لنا كان عندك شروط وايد حقيقة. والله ايش شروط بيني وبينه نخليها. لا قالها لنا بس ما عليك. لا ما عليك ان شاء الله نكمل، ان شاء الله نعلمكم فيها ان شاء الله اخر اول ما نخلص. كنت ابغى المرحلة الثانية تعدي بسرعة لان عرفنا الاكشن بيبتدي يا في الثالثة واكيد الرابعة. بس السرعة الحين زايدة. أتمنى إن شاء الله الشباب يحافظون على خيولهم. لأن تشوفي أي بلنتي انسى السباق خمس دقائق. أكيد ما حد يبي ينسى السباق. بس فعلاً السرعة هي اللي فرقت هالسنة عن العام. من الصبح اليوم ما نزلنا عن 27 28. المرحلة الثالثة أتوقع البيس بيكون 30، فأتوقع تستوي تصفية كبيرة، ما بتصفية كاملة يعني وايد خيول مرشحة أتوقع أنها تطلع بالسباق. بس خلنا حتى الآن وضعها تمام، والشيخ ناصر تقريبا بقى على نفس سرعة المرحلة الأولى وصار بعد اللي في الأمام. الوضع حلو بالنسبة للفريق البحريني، الكل موجود وأعتقد في الخطط البديلة على استعداد في حال وجود أي تضحيات مثل اللي قاعد يصير مع منتخب الإمارات، استبعاد ورا استبعاد. ليم معروفة في وينزر. الأرضية يعني أمس كلها كانت مطر، ففي زرق يعني وشي وكفر شوي. وما أعرف إذا كان المجال لا زال مفتوح لإسماعيل عشان يلعب على الأخطاء. وأنا صراحة أبغى أشوف الأغلاط. يعني يلعب يشوف الخيل. لحد الآن أحس ما في أخطاء. هادي إسماعيل الحين. صعب إن نظل هادين في حين المرحلة الثالثة على وشك الانطلاق. فالفحص كان سريع اللي خذ حول الدقيقة والدقيقتين، والفوارق كانت جدا بسيطة، بس الاستبعادات ما كانت قليلة. شنو هاد؟ لا إله إلا الله يا اللجنة اليوم. إيش صار في استبعاد من؟ ما أدري الحين نقول يا طلبة ولجنة. لا اللجنة اليوم أنا قلت لهم في اللقاء ويا الأخت سماح. قلت لهم اللجنة اليوم مو بمية بالمية صارمة 150%. اللي فرق هالمرة إن خيلنا اللي معتمدين عليها لا زالت في المنافسة، بينما عدد لا بأس به من الخيل المرشحة الإماراتية تم استبعادها. من استبعد؟ صار سبوسي زعلان. لا أنا استبعد. بس لا يعني الحمد لله. يعني شوفي لو أن استبعدتنا نحن في النهاية ندور اسم الفرق، ما دام أن الشيخ راشد بعد موجود حصان الشيخ راشد قوي. وأنا ليه حمايت لكم حق حصان الشيخ راشد، بس إحنا شفنا سبقة في البحرين في كأس الملك للجونيور. حصان اللي نشوفه نحن مرشح من اسطبلات ام 7 مثلا من الإمارات، حصان راشد أخوي. حصاني زين، أنا مثل ما قلت لك حصاني صح سابق في البحرين، وما أحاول أن أقلل ولا أركد من الحصان، لكن الحصان بعد يعني أنا مثل ما قلت سباق البحرين سباق كبير، سباق له اسمه وثجلة، لكن يعني دائما راعي الحصان ما يرشح حصانه. اي بالطبع ما بيرشح حصانه، لكن حصان زين. حصان بس اكسبيرينس ما عنده. مو ما عنده اكسبيرينس، اذا شيء يعني ما بيخدمه ما بيخدم الاكسبيرينس. حصان يعني يمكن اذا تدخلين على ريكورد مو ما في مشاركات كثيره لانه حصان جديد وصغير، لكن لين الحين الحصان مبيض الوجه والنتائج زينه. وانا لحد الحين مستانسه على الوضع. الشيخ ناصر وصل بعد المجموعة الأولى بأربع دقائق، وكان فحص تمام في دقيقة ونص. أما كشمير مع الشيخ خالد فحص في أقل من دقيقتين، وفاجأني كشمير في هالمرحلة
لأن في المرحلة الأولى خذف الفحص أكثر من 4 دقائق، والحين بس أقدر أحط عيني على الشيخ خالد. ما حد ما ظن أحد عنده عذر، يعني الكل جاي حق السباق جاهز، واللي بيفوز هو الموفق في اليوم هذه. فالتوافق من الله، الكل خيل جاهزة وما في أحد عنده عذر، المدربين مجهزين خيلهم، فالتوافق من الله إن شاء الله. الانطلاقات كانت متتالية للمرحلة الثالثة، فمثل ما قلت لكم الفرق كان بسيط. عثمان مع فارو كانت انطلاقته رقم 20، بس الحين بنشوف كل اللي انطلقوا قبله. صح الفرق كان بسيط، يعني دقيقة ودقيقتين، بس واضح من اللي شفته ان كل واحد عارف مكانه وين. والحين بنمر عليهم بالترتيب. هني محمد عبد الصمد ووترلي مع الزايد، شكلهم مو الحين يبون يلحقون على الباقين. بعد حصان الشيخ حمد سيلفر، وقدامهم كاجر للفرسان تعرفونه أكيد. والحين شفنا المرشح سيام، وما عرف ليش حمد الكعبي مثبت على موقعه وما يبغي يوصل للي في الأمام. وبعد شوي ظهر أسد وكل المجموعة اللي يعتبرون حاليا في مقدمة السباق. يعني الفريق البحريني والفريق الإماراتي ترى مع بعض، ما حد مخلي الثاني. وعلى هالعدد وعلى هالأحداث، المرحلة الأخيرة ما بتكون الواحد بدون جدال. والشيخ ناصر كان بعد هالمجموعة. ما تغير شيء غير ان السيناريوين اللي رسمناهم نروح ويا السيناريو الاول او الثاني، وبدينا السباق كان هو الوضع العام. السيناريو الاول شباب خلوكم هنا شوي بسالكم على خير. ف السيناريو الاول هو طبعا ان تكون مثل سباق العام، اكون انا عندي السيطره والشباب يمشون على سرعتي والناور ما بيننا، وبعدين في النهايه طبعا اللي يكون الله كاتب ان شاء الله توفق. السيناريو الثاني هو طبعا اذا شفت السرعه زايده عن اللزوم احفظ انا الفرس واخلي الجماعه يروحون ويا الامام ويتنافسون ما بينهم. والله صار الفارسي على مرام. ايه والله يطلع اليوم. السيناريو الثاني هو طبعا اللي تم، وانا ابي احافظ على الفرس قد ما اقدر، الا انها شوي تعرضت لي مو باصابه ولكن ضربه، ضربها حصان قبل لا تطلع المرحله الثانيه والم ضلعها. اوكي، فنسم الفرس متغير عندي من المرحله الثانيه، احس انها تشد في النسم وترخي، يبين فيها الم في الضلع. هذا تعرفين في النسم شوي يتعب الفرسين واعيه ونشيطه، بس ما تقدر تزيد سرعه لان ما تقدر تاخذ نسم اسرع. فالحين بشوف انا بتشاور ويا الدكتور اللي عندي، وان شاء الله اللي يكون فيه خير ان شاء الله يكتب على خير. انا حتى الان ما شفت الشيخ خالد، اظن حاليا بعيد، بس بعد ما تطمنت على الاوضاع وعلى الفريق البحريني وتمام نرجع للقريه وباقي الاحداث. المعظم خذ الفحص من دقيقة لدقيقتين. خير الباقي كلها تمام. وليلى وهي مبارك وياكم بينهم دقيقة. وفي وينزر ما بنخلص من الاستبعادات، اللي أهمها كان حصان الشيخ راشد واللي قالوا انه من ابرز مرشحين هذا السباق. الشيخ حمد في المرحلة. احنا مرشحين حصان الشيخ راشد. هاي توافي، يعني الواحد يجتهد ويحاول في النهاية كان لك نصيبه تاخذه، ما لك نصيبه هاي توافق من الله. واحد من عيال الثلاثة ها؟ بين مرام وبين فيكتوريس. ها تقولون من فيكتوريس؟ أنا أكيد بقول فيكتوريس يعني، بس خير واحد منهم؟ إيه اللي راكبت لنا الشيخة نجلة.
إيه فهو حالياً في صدارة هذه المرحلة. شيخ نيلة، أول شيء أنا وايد مستانسة إن إحنا في المرحلة الثالثة وأنتي ريحين موجودة. إن شاء الله يا رب يا رب للمرحلة الأخيرة، لأن كل مرة أبي أسألك سؤال وما ألحق إلا قولوا لي خلاص. صح أوه. صح كلامك، أنا أكثر من سباق وينزر ما خلصته. الحين ورانا الريكزام إن شاء الله الله يستر. الأمور طيبة إن شاء الله بإذن الله. الفريق البحريني أموره ممتازة، أنا أشوف إنه أقوى لنا لأن الكم أكبر. أتمنى التوفيق. وعلى الرغم من استبعاد حصان الشيخ خالد، أنا شخصيا تكفيني المشاركة. والحين الكل يمثل البحرين، همنا شعار البحرين، احنا كلنا فريق واحد وروح واحدة، وبإذن الله بنتشايل مع بعض على أساس ان احنا نقدر نتغلب على الفريق المنافس. مرحلة أخيرة، السرعة فيها كانت كبيرة، تغيرات كثيرة، فمو الكل في هالمرحلة بيقدر يصمد. كالعادة ظلينا في القرية ننتظر ونتابع. لك المقدمة؟ ثلاثة ثلاثة؟ حتى الآن الحين آخر نقطة ماي ثلاثة ثلاثة، ثلاثة أمارات وثلاثة بحرين. وما عرفت حزتها هل هم اللي بيستمرون ولا بنشوف غيرهم في آخر لحظة. أنا حاس حمر الإمارات ولا حمر البحرين؟ حمر البحرين اللي كان في المقدمة أسد، وبين شد وجذب متوقع التركيز كان مع أسد، والواقع أنه خلاص بيحافظ على اللقب. ما قلت لك في مفاجآت؟ إيه؟ زين مبارك ايش قال له جنب؟ قال أسد. بس إن شاء الله عقب الفاصل إن شاء الله. أمانة جعفر كان متردد قبل السباق، أركب ولا مركب؟ مو بخوفا، بس هو يعني رب العالمين كتب له إنه يفوز وفاز، بس هو كان متردد إنه ما عندنا أحد بيكون تحت يتبع الخيل. فعقب الضحية كانت كان سلمان. فهو اللي ما شارك ما قصر صراحة. ناموس ناموس. تبدعوا وأنا صايم من داخل القلب، انه يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله، بيستاهلون بعد التعب اللي تعبوه والاعداد المستمر كان في البحرين وفي دبي، والحمد لله يستاهلون الفوز يعني. والناموس لسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد ولجعفر والمدرب احمد جناحي ولكل الفريق ان شاء الله. وكلنا كنا ننتظر وصول سمو الشيخ ناصر، فهو قائد هذه الملحمه. الحمد لله كان تركيزنا على المركز الأول. يوم المركز الحصان المركز الأول خلص الفحص، أنا نسيت الخيل كلها الباقي. أهم شيء 80 و120 ضريبة الفوز. أي والله. كل من طلع من 80 ما بقيت له أنت ولا فيكم معك أحد؟ أتوقع طلع أنا الوحيد يعني. الوحيد اللي بقيت. اللي كنت في الجروب أنا تريون. ما عارفة. جديد الحصان. جديد الحصان. أول فوز. وريزولتك إلا أول ما عنده ثاني. طبعاً فهد الخاطري. اللقب. من الفرسان اللي أحبها. من الفرسان اللي عندهم خبرة واللي نقدر نعتمد عليهم في المستقبل إن شاء الله. عرف قصة أسد. يا
يعني احنا امس طول اليوم قاعدين نتكلم نقول من المجموعه اللي بتأدي، خصوصا ان انت قلت لي ان احنا عندنا مجموعتين تقريبا تدريبهم مختلف. صح، طبعا اسد اسم على مسمى، كرر الفوز نفس العام، العام فاز في 80 بنفس الطريقه، واليوم كرر الفوز هذا في 120. وكل كان يتكلم ويتساءل عن تمام، وخبرتهم انا يعني حتى يمكن اتشاور ويا الجناحي عن من الظن سابق عليه، كنا اتفقنا انه تمام. قال في ناس قالوا لا حرام يعني ما يصير تفقدها من المقدمه، تعرفين لان انا على وزني مستحيل اروح بهذه السرعه، يعني 30 وما فوق، يعني اي شيء دون 26 27 اقدر، لكن او الفرس تقدر، لكن اي شيء فوق اكون انا ظالم الفرس، مثل الفلات ريس كيلو واحد يرجع الحصان طول. ف انا كنت ابي ضمانين، الضمان الاول لو السيناريو الاول مشى اللي هو مثل العام بكون على تمام وبنمشي على نفس البيس وبوصل الخط وهي مرتاحه. السيناريو الثاني انهم يسرعون وعندي الخيل اللي تقدر تجاريهم مو بشرط تمام، ويتنافسون في الامام واللي يطلع منهم يطلع وتمام تخلص بالسباق مرتاح. فالخطه مشت من احسن ما يكون في 80 وفي 120. تمام، لو ما صار اللي صار كنت متوقع منها اداء افضل عن اللي ادته اليوم؟ اليوم تمام لو كان عليها محمد بن مبارك يمكن تي الثالث او الثاني، بس ما اعتقد تغلب اسد. ما تغلب اسد؟ ما اعتقد، لان شفناها في الفينش يمكن تغلبها، بس اتوقع ان يمكن ثاني او ثالث، لكن عند الفوز هو الفوز هو الاهم. الحمد لله عليك، اهم شيء البطوله، اهم شيء البطوله، اهم شيء الفوز. مو هذه النهايات، بعد كل هذه الاحداث كان اعلان لجنه التحكيم. حركه يقول لك استخدام الاعلان فوق المعدل الطبيعي ممنوعه، اوكي، بس هو ما قاعد اكسسيف، واحدة ثنتين ثلاث سواها، الفرسان الثانيين قاعدين يسوون نفس الحركه. رويناهم الفيديو قلنا لهم احنا اذا انتم بتاخذون علينا ما اخذوا، خذوا على الاخرين ما اخذوا، ليش تاخذون بعد على الثاني؟ مر هاي كيف هم ما قرار، اذا بيستبعدون الاول وبيستبعدون الثاني مشكله كيف، بس الحدث كامل المفروض انه يكون يعني في نوع من الحياديه، ما يصير ياخذون قرار على واحد. الفنش كان واضح وغريب كان هالقرار، الفارس غانم في المركز الثاني استخدم العنان مثل ما استخدمه جعفر، لكن حتى بعد ما شافوا التصوير ظلوا متمسكين بالقرار. في يدهم كل شيء، ولا بكفهم من أقوله، هو يقول خذ قراري. صور هناك، صور هناك، Can I talk to you when you finish? No, no statements. No statements. They have to come from the organizing committee. We have to do the statements. Okay, we have a special press office that talks to people. Thank you. هو يقول بعيني شفت، قلت له اذا شفت بعينك شوف بعين بعد الفرسان الثاني. الرول واضح، حتى لو حطيت ابيل بيتوجون وما بعد ما بيتوجون بيصير ان الاتحاد الدولي يقيم حالتك والكيس القضيه ذي ويشوفه اذا تستحق او لا تستحق، اذا ما تستحق بيقول لك انت رجعت مركزك رجع لك، بس انت خسرت التتويج وخسرت دي. زين هو الحين جعفر هو على خمسه رؤوس ما قدروا عليه. يعني ما باجل انا لان هذا سباق تو ستار، التو ستار ما في ابيل كوميتي، التو ستار الابيل كوميتي في الاتحاد الدولي، ثري ستار وفوق الابيل كوميتي في السباق نفسه، فبالتالي ما عندنا الا نرجع للاتحاد الدولي. احنا للحين نحسب روحنا ان احنا المركز الاول ما راح منه، ولو كان قرار الحكام انه يستبعدون الفارس جعفر ميرزا. القانون صراحة أكثرنا ما كنا ملمين فيه، وأنا متأكد إذا كان جعفر ميرزا ملم إن أكيد ما بيسوي كذي، أكيد ما بيسوي كذي، فصار عندنا خطأ اللي أهمك
يعني الحكام كبروا. القضية الحين مو قضية قانون ولا قضية إن الفريق ما كان ملم بالقانون كما قيل. لو كانت كذي كان هذا الحد وانتهى الموضوع. لكن بس الموقف اللي صار بين جعفر ميرزا والمركز الثاني بالضبط. إيه المركز الثاني كان يسوي نفس الخطأ اللي سواه جعفر، فهو اتخذ قرار ضد جعفر. ليش؟ لأنه ما شاف بعينه؟ لما أنا شفت وما استبعد واحد، بعد المفروض أن أنا عيني تشمل الكل ما تشمل واحد. ولنفترض جدلاً أنه فعلاً ما شاف بعينه، في كل الرياضات الثانية لابد وأن الحكم يرجع للتصوير، لأن إحنا في النهاية بشر، وصح مو بالضرورة يقدر يشوف الكل في نفس اللحظة، بس أنه تشوف التصوير وحركة العنان مو مرة ولا مرتين وتظل رافض الواقع اللي ينشاف بالعين، هذه فيها خلل أكيد. نهاية الأمر اللي صار، هل إذا أنا طقيت الحصان هذا الشيء بيفوزني؟ المركز الثاني طق الحصان وما فاز. رئيس اللجنة ضعيف، أعتقد أنه مصنف 2 ستار مو ب 3 ستار، والبطولة بطولة قوية تتحمل ما تتحمل 2 ستار تصنيف نجمتين، المفروض أنه يكون تصنيف على الأقل 4 ستار. عندهم القرار الدكتور خالد، أكيد أنه بيتصرف، أكيد أنه بيبادر، بس الهدف شنو؟ الهدف حتى لو أنت رجعون لك النتيجة وأنت مظلوم، خلاص احنا خسرنا خلاص الحدث، احنا خسرنا الحدث وخسرنا التتويج وخسرنا امور ثانيه. فهذا اللي صار، هذه اللعبه، هذه القوانين، هذا اللي كنت اللي قلت لهم اياه. بس الشكوى ما قدمنا شكوى للاتحاد على الفرسان الامارات، وهم ما استبعدوا الثاني، ما ادري بهم طبعا، قرار يرجع لهم. احنا مو بيهال ان نسوي نشتكي دكتور خالد، ان يقولوا لنا احنا اليوم فزنا بجداره، قدرنا نثبت، وفيكتوريس قدر يثبت بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد ان هم المنافسين رقم واحد حق الامارات فقط لا غير. طبعا احنا صار 5-6 سنوات واحنا اللي قاعدين ننافس الامارات هو فيكتوريس، واليوم عدنا السيناريو نفسه اللي صار في كاس الملك، وسبقنا بجداره حصاننا اجتاز الفحص البيطري، ما في كومنتس من الدكاتره. يوم السيناريو شافوا يعني شافوا الخيل حالته زينه والحصان ما في مشاكل، قالوا الفارس نفسه سوى مشكلة. فطبعا التحقيق بيكون في الموضوع طويل، وبيباشرونا الأخوان دكتور خالد وطارق الأمين، وإن شاء الله خير. في نهاية المطاف كل المعطيات قالت وبتقول أن القرار في المقام الأول غير مفهوم. حتى الفرنسيين الموجودين هنا حاليا قالوا احنا في ديارتنا ترى نسوي نفس الطريقه، ما في اي اجراء ضدنا، فقوانين موجوده، في ناس بتستخدمها في الوقت اللي تبغيها وفي ناس بتتجاهلها. وعلى الرغم من كل اللي صار الفوز ما راح بعيد. ناموسنا واحد، والبحرين والامارات دائما واحد اكيد، والنهايات اتركت لنا بطل له كل التتويج. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل. انزين يلا مجنون. لا تبي نشرب؟ لا. من الناس اللي على هامش الحياة في سباقات القدرة؟ ما أعرف. مرحبا إسماعيل. الله يعين. إن شاء الله الله ييسر الأمور. وصبر صبر يا أخي، والله فكرت شيء ثاني. لا تسجل. يلا تم تسليم إن شاء الله. الوضع أصعب على من؟ أنا شقاه بس الكاميرا، وايد بير يصور، وايد بير يصور.